ايه رسالة انت وقفت قدامها؟ انا في رساله وقفت قدامها وحطيتها على صفحتي، وبعدين يمكن اتنقلت في احد الجرايد يعني، لشاب قبطي مصري بيقول ان هو بيشكر في الفيلم، ان هو بكى في الفيلم وانه حس ان هو وطنه. ودي انا ودي الرساله توني بخيت بيقول الفنان الرائع عمرو سعد: اعرف ان من الصعب ان تقرا ما سوف اكتبه، لكنها امنيه ان تقراه. شكرا على اجمل واعظم عمل سينمائي راته عيني لاول مره في حياتي ابكي امام الشاشه. شكرا لك على كل لحظه من هذا الفيلم الذي جعلني لا استطيع ان اغادر القاعه. شكرا لاني ولاول مره شعرت انه وطني مثل ما هو وطنكم، واصبحت واحده أو أصبحت واحدة من أهم أمنيات حياتي أن أتقابل معه. هنا أنا هقف هنا. اللي أثر فيا وخلاني دمعت يمكن بكيت، اللي هو بيقول وطني مثل ما هو وطنك. وطنك. أنا أثرت فيا جدا. أنا أثرت فيا جدا، لأنه يعني أنا ضد هتافات مثلا إنه مسلم ومسيحي إيد واحدة، لأن دي بتدعم العنصرية في تقدير أنا. مش صحيح، هو المسلم والمسيحي حاجة واحدة، ما ينفعش تقول إيد واحدة، إيد واحدة يعني في حاجتين، وبعدين يقول لك عنصري الأمة. وبعدين يقول لك الهلال مع الصليب، الكلام ده كلام لازم ينتهي من دماغنا ومن من افكارنا ومن ادبياتنا. لانه في الحقيقه مش انا في رايي، والفيلم بيقول كده، مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، في بني ادم، في بني ادم، هو الدين واحد. والشيخ حاتم الشناوي قال الدين هو طريق لكن في غايه كبيره جدا، احنا تهنا في الطريق ونسينا الغايه، ده الموضوع. فما نوصل نقول ايد واحده، وده نوع من انواع التمييز، والدين اصله ضد التمييز وضد الحدود واكبر من الحضاره واكبر من الدوله. احنا دورنا على توني وحبينا نحقق له امنيته انه يقابل عمرو سعد، ونشوف بقى عملنا ايه. على فكره انا عرفت انه في مفاجاه حلوه، في مفاجاه حلوه النهارده. توني توني يا جماعه يعني من اهم الفانز بتوعي، وانا اول مره اشوفه على فكره، والحركه دي عاملاها البرنامج اعداد البرنامج، وانا لما جيت اتفاجئت وانبسطت جدا. انا بحبك جدا يا توني، وبتاثر جدا 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 باللي انت بتقوله. يعني اخر بوست حطيته كان بالنسبه لي مؤثر، اللي هم خدوه في الجرايد. انا بشكرك، واتمنى ان افضل عند حسن ظنك وحسن ظن كل الفانز الحلوين اللي عندهم وعي كبير زيك. يعني احنا حبينا ان توني يحقق امنيته انه يشوف عمرو سعد، ففضلنا ورا توني ده. الشباب عندنا فضلوا يجيبوا توني عشان يقابل عمرو. ده غريبه جدا على فكره، انتوا عندكم فريق اعداد عالمي. انت عارف احنا، لا عشان احنا بنحبك كمان، ربنا حاجات برضو بنحب نعملها. ربنا يخليك، وانا كمان يا لميس.